احنا اليوم سعدنا في زيارة المعهد الأردني الكوري التكنولوجي في محافظة الزرقاء. هذا المعهد في مجموعة كبيرة من التخصصات التي تتعلق بالهاتف النقال والتكنولوجيا الطبية والحام والتكنولوجيا أشكال التكنولوجيا الأخرى والتحكم عن بعد. الشباب اللي قابلناهم بعضهم خريجين هندسة بكالوريوس وبعضهم تخصصات أو مختلفة وبعضهم خريجين توجيهي أو راسب توجيهي أو عاشر، لكن كلهم مستوى أو نسبة المشتغلين اللي بيطلع بتخرجوا من هذا المركز 90%، كلهم بلاقوا شغل وفرص عمل في القطاع الخاص. حبينا نشوفهم نقول لهم أنتوا عم تتعلموا مهارات القرن 21، هاي المهارات اللي هي مطلوبة، ولا يعيب أي شخص إن كان عنده بكالوريوس أو لا ماجستير أنه يرجع ويأخذ 3 أشهر 6 أشهر يقوي حاله في مهنة معينة وفي طلب عليها كثير في سوق العمل. أود بصراحة أن أشكر شريكنا في هذا المشروع الكوري وكويكا، وبحب أنه ينضم لنا لأنه هذا القطاع من أهم القطاعات اللي بدنا فعلا مساعدة من الدول المتقدمة في هذه القطاعات مثل كوريا في رفع شأن مراكز التدريب المهني والتقني، وهذا يحتاج تجهيزات مستمرة ودورات للمدربين مستمرة. والحمد لله جمهورية كوريا وكويكا عم بيقوموا بهذا الدور بشكل تشاركي كامل.